اسمع الحكاية واحفظ الآية والشاهد. بسم الله والابن والقدس الله الواحد أمين. حكاية النهاردة حصلت في أمريكا، في منطقة مشهورة بأن فيها جنسيات كتيرة وبرضو فيها عصابات وجانج وكده. بنت كانت مخطوبة وركب عربيتها ومشى بالليل وقت متأخر مروحة، وهي مروحة لقت اللمبة بتاعة البنزين منورة، البنزين قرب يخلص. قالت معلش يعني قرب توصل البيت، فاضل كام كيلو كده وأوصل البيت. وبعد شوية وهي ماشية قدرت الموضوع غلط، لقت اللمبة صفر 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 كده والعربية وقفت. ايه ده؟ انا وقفت فين؟ حتة مقطوعة. نزلت بصت، حتة مقطوعة خالص وشكلها تخوف. طب انا هسيب العربية؟ طب هركب ايه؟ مواصلات؟ هعمل ايه؟ قعدت يعني تصلي شوية ومش عارفة تعمل ايه، وقعدت جوه العربية. لمحت واحد كده قاعد شكله متشرد او شحات، قاعد جنب كوم زبالة كده عمال يبص لها كويس. اترعبت اكتر، ايه ده؟ ايه ترى هعمل ايه ده؟ قعدت تفكر مش عارفة تفكر. لقيت الراجل جالها وخبط لها على ازاز العربية، فتحت ازاز العربية وهي يعني بتتنفض. قال لها محتاجة اي مساعدة؟ قالت له لا انا شكرا. قال لها طيب. قفلت الازاز وقعدت. طب هعمل ايه؟ قعدت تفكر، فيش. بعد الراجل قاعد بصص لها مدة طويلة، وبعدين خبط عليها تاني وقال لها انا اعتقد ان حضرتك محتاجة مساعدتي، بس انت خايفة مني، ما تخافيش مني، تراست مي، ثقي فيا، ما تخافيش، انت محتاجة ايه؟ قالت له البنزين بتاع العربية خلص وانا يعني ساكنة بعيد مش عارفة اعمل ايه. قال لها طيب اديني ربع ساعة وانا هحكيلك. قالت سابها ومشي. قالت ربع ساعة، الراجل ده افرض جاب معاه حد وعملوا فيه حاجة وحشة، طب اسيب العربية وامشي، طب اعمل ايه؟ قعدت تصلي وتفكر، بس قعدت مرعوبة وحاسة انها مفيش قدامها تصرف. قعدت ربع ساعة دي كأنها سنة. وبعدين لقيته جه وجايب شركن بنزين وقال لها افتحي لي تانك البنزين، وحط لها فيه بنزين وقال لها معلش انا كان كل اللي معايا $20 فجبت البنزين على قدهم، بس اعتقد دول يوصلوك البيت. قالت له كل اللي معاك $20 وانت جبت بيهم بنزين؟ قال لها اه، ما انا اسف ما معيش اكتر من كده. قالت له طيب شكرا، طب ممكن تيجي معايا البيت انا وخطيبي نشكرك ونديك $20؟ قال لها لا لا شكرا اتفضلي. قالت له طب يعني ممكن اتصور معاك؟ قال لها لا شكرا شكرا انا غلبان. قالت له طيب معلش اتصور معاك للتذكار، انت عملت معايا جميل وخدمه. اتصورت معاه وروحت. بعد كده نشرت القصه في الميديا، السوشيال ميديا كلها، وحكت الحكايه، وقدرت هي وخطيبها يجمعوا له مبلغ $100,000 اشتروا له بيه شقة، واشتروا له بيه يعني حاجة صغيرة كده يبتدي بيها عمل. الراجل ده صرف آخر $20 معاه، وكمان لما قال لها أصل الفلوس دي مش بتاعتي، واحد الدهاني وهي كده كده مش بتاعتي، فتأثرت قوي. ولما نشرت القصة الناس عوضته. في آية مناسبة قوي بتقول أعطوا تعطوا كيلا جيدا ملبدا مهزوزا فائضا يعطونا في أحضانكم. لوقا 6:38 أعطوا تعطوا كيلا جيدا ملبدا مهزوزا فائضا يعطونا في أحضانكم. لوقا 6:38 هم يعني إيه الآية دي؟ الكيل اللي كانوا بيحطوا فيه الحبوب، هي من تشبيه الحبوب، كان الكيل عبارة عن حاجة كده جيدا يعني مش مفعص من تحت زي ما يكون كيس ومش مطبق من تحت، جيدا يعني مفروض كويس يشيل لغاية أكتر حاجة، جيدا ملبدا، ملبدا يعني ملبك كده لازق في بعضه، مهزوز لما كان يهزوا الحبوب كده علشان كمان وهو ينزل لتحت في الفراغات يملاها
وبعدين فائضا، يعني كمان الكيل مليان لغاية آخر. التشبيه كله معناها إن تاخد بزيادة قوي. تاني لقى 6:38، أعطوا تعطوا كيلا جيدا ملبدا مهزوزا فائضا يعطونا في أحضانكم. يعني كمان في الآخر يرمي لك الحبوب في حجرك فتلاقي نفسك معك خير كتير قوي. أعطوا تعطوا، أعطوا تعطوا كيلا جيدا ملبدا مهزوزا فائضا يعطونا في أحضانكم. لقى 6:38، أعطوا تعطوا كيلا جيدا ملبدا مهزوزا فائضا يعطونا في أحضانكم. لقى 6:38، أعطوا تعطوا كيلا جيدا ملبدا مهزوزا فائضا يعطونا في أحضانكم. لقى 6:38، أعطوا تعطوا كيلا جيدا ملبدا مهزوزا فائضا يعطونا في أحضانكم. لقى 6:38.